السلام عليكم، معكم بن العمري عبد النور، مربي نحني ولايه عنابه، نشكو في منطقه الايدوخيا كل. اليوم جينا للمعرض الوطني للعسل بطبعته السادسه. نحن كجمعيه نحلين ايدوخ نحن من ساهمنا في انشاء هذا المعرض برفقه الغرفه الفلاحيه وكذلك جمعيه حمايه وتثمين عسل ايدوخ. لكم منتوجات متنوعه كما تشوفوا، عسل القسطل، عسل الجبلي، عسل الكاريدوس وعسل السدر. ايضا عندنا عسل اكليل الجبل هو العسل الابيض. ايضا ما ننساوش غبار الطلع لو بولان فري تجبل تاع المنطقه تاعنا. وايضا عندنا العكبر الجبلي قد نجح 100%، اقبال كبير على المواطنين. جاونا مواطنين كانوا يستناو فينا يعني من العام الفارط، كانوا يستناو في هذا المعرض باه يجيو يقتنيو منتجات الخاليه. يتصل بيا ولا يحب يلقى الكونتاكت تاعي 62 89 11 44، مرحبا بكم.